السلام عليكم ازيكم ويا رب تكونوا بخير جميعا سبت الحمام لمدة 3 ايام ما نظفتوش وعملتش فيه اي حاجة علشان اصور لكم الفيديو ده هننظف آه الحمام النهاردة بمكونين موجودين في البيت عندنا الغرض من الفيديو المكونين دول آه مخصوص للناس اللي عندها حساسيه آه ما بتستحملش روائح المواد الكيميائيه اللي هي بتبقى موجوده في المنظفات زي السيترس مثلا والباور والفلاش انا طبعا بوريكم المنظر عامل ازاي آه فانا هعمل آه الخلطه دي عباره عن زي ما قلت لكم مكونين موجودين في اي بيت للناس اللي عندها حساسيه او للناس اللي بشرتها او جلدها بيتاثر بالمواد الكيميائيه اللي في المنظفات بصوا يعني كل حاجة في التويلت محتاجة ان هي تتنضف كويس قوي والمادتين دول هينضفوا كل حاجة سواء الخلطات يعني هما بينفعوا للخلطات للسيراميك للمرايات لكل حاجة تعالوا مع بعض نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف آه الخلطة دي عبارة عن ايه هجيب آه بولة وهنزل فيها بمعلقتين من آه بيكربونات الصوديوم او الكربوناتو معايا كوباية صغيرة من الخل وهو ده المكونين بس او هما دول مكونين بس بص لاحظ عمليه فوران كده حصلت ده نتيجه تفاعل الخل مع الكربونات او بيكربونات الصوديوم بس مش عايزه اكتر من كده العلبه دي اللي حاطه فيها الصابون الجميل اللي انا بعمله في البيت من بواقي الزيت المستخدم بصوا بجيب الصابون وبقطعه قطعه صغيره كده وبحطه في العلبه دي وبغسل منه المواعين وساعات يعني بغسل بيه الشرابات والطرح وال اي حاجة عايزة انضفها بستخدم الصابون اللي انا عاملاه ده خدت المية بتاعة الصابون هبقى اسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف <applause> ونزلت بيه المية بتاعة الصابون على الخل والكربوناتو على فكرة لو ما عندكيش الصابون ده يعني اي صابون حطي صابون سايل عادي جدا حطي كوباية من الصابون السايل العادي جدا بلاش تحطي اريال علشان الاريال مش هيعمل رغوة مش هيراغي حي... مش يعني تمام دايما الخل بيقفل الرغوه بتاعه الاريال جبت بقى السلكة بتاعتي وهبدا بقى ان انا انضف الحمام جزء جزء زي ما قلت لكم الخلطه دي تنفع للخلطات والمرايات والاحواض وكل السيراميك والحاجات اللي موجوده في الحمام عايزه اقول لكم على معلومه مهمه قوي ان المواد الكيميائية او المنظفات اللي هي بتبقى قوية زي الفلاش والحاجات دي على المدى البعيد بتخلي السيراميك شكله مجير وبتغير لونه كمان بصوا احنا بمجرد ما غسلنا الحوض بس بصوا ما شاء الله بدأ ان هو يلمع ازاي طبعا الفوارغ او الفواصل اللي هي بين الحيطة وبين الحوض مش مش يعني معرفتش قوي اغسلها بالسلك فبالفرشه كده الشعر بتاع الفرشه طويل شويه فممكن يدخل بين الحيطه وبين الحوض علشان خاطر ينظفها لو انت مش لابسه ما مفيش اي مشكله يعني انا مش لابسه جوانتي علشان خاطر الخلطه دي هتاثر على ايديا خالص دخل وكربوناتو يعني مفيش من وصابون بصوا ما شاء الله الخلاط كمان نضف ولمع معايا ياريت بس هقول لك على نصيحه ياريت قبل ما تيجي تغسلي اي حاجه في الحمام ياريت بس يعني تدلقي عليها ميه كده علشان لو في تراب ولا حاجه ينزل قبل ما تستخدمي السلك بالصابون خلاص الفرشه طبعا بتبقى للارضيات والفواصل دي والله يا جماعه كان ممكن اجيب مثلا المنظفات اللي هي فيها مواد كيميائيه دي وادلقها على الارض على الفواصل دي وكانت هتنضف جدا وهقول لكم هي دي الخلطه اللي انا عاملاها لكن انا ما حبيتش ان انا اعمل كده هي دي بس شويه الخل على الكربونات وعلى الصابون وهتشوفوا النتيجه هتبقى عامله ازاي بشطف بقى السيراميك بتاعي ده الجزء اللي ما اتعملش يعني بصوا انا بوريكم الفرق ما بين الجزء اللي ما اتعملش بصوا يعني لونه غامق ازاي ومغير وبصوا ده الجزء اللي اتعمل ما شاء الله نضف ازاي آه زي ما قلت لكم الخلطه دي بصوا بنضف بيها المرايات كمان ما فيش منها اي مشكله مش هتسيب يعني علامه ولا حاجه ولا هتغير المرايات دايما كانت ماما تقولي المطبخ والحمام لما يبقوا نضاف الشقه كلها بتبقى نظيفه ودايما نظافه الست بتبان من المطبخ والحمام عموما <applause> نصيحه ما تحاوليش زي ما قلت تستخدمي المنظفات اللي فيها مواد كيميائيه كتير علشان على المدى البعيد هتضيع لك او هتغير لك لون السيراميك او الاشاني او البورسلين او الكلام ده كله خلاص انا دلوقتي غسلت الخلاطات وغسلت السيراميك والمرايات وكله ما تحاوليش برده تسيبي الصابون فتره طويله على الحيطه او على اي حاجه علشان خاطر ما يبقعش ويلزق وهتيجي تنضفيه بعد كده بالميه مش هينزل لازم بقى دعكوا شغلانة كده خلاص انا بوريكم ان كل حاجه انا عملتها بالخلطه دي ما شاء الله بصوا هقولك بقى على نصيحة في حد كان شغال في يعني في فندق كده مرة قالهالي لي آه قالوا لي ان احنا بعد ما بنخلص الـ الـ يعني تنظيف الحمامات لازم لازم بفوطة ناشفة وتمشي على السيراميك وتمشي على الخلاطات وتمشي على الحاجات اللي انت غسلتيها ونضفتيها لان انت لما بت يعني بتغسليها بالميه وتسيبيها كده خلاص الميه بتعمل زي نقط كده او بتبقى شكلها زي ما يكون مبقع كده فما فيش حاجه هتخلي السيراميك او البورسلين او الحمام عامه او المقابض او الخلاطات او الحاجات دي ما حاجه تخليها تلمع وترجعها زي الجديده تاني غير انك تنشفيها بفوطه يعني شوفي الفرق كده اغسلي اي حاجه ونشفيها بفوطه ناشفه او اغسليها وسيبيها من غير ما تنشفيها بصوا ما شاء الله حتى كمان المرايات برضو حاولي ان انت تنشفيها الافضل طبعا للمرايات جورنال او ورق لكن انا برضو استخدمت الفوطه وبرضو نشفت ونطفت عادي جدا آه خلاص انا خلصت وزي ما قلت لكم لازم يا جماعة لازم كوني حريصة جدا على ان الحمام بتاعك لازم كل يوم تغسلي الحوض وتغسلي التويلت ومرتين آه ثلاثة في الاسبوع تغسلي الحمام كله ما شاء الله بصوا كل حاجة في الحمام نطفة اهي ما استخدمناش مواد كيميائية يعني حفظنا على صحتنا حفظنا على بشرتنا او الجلد من المواد الكيميائية دي انا هفتح لكم دلوقتي واسفه جدا والله ان انا بوريه بس انا برضو دلقت فيه كده جزء وغسلته بالفرشه بصوا ما شاء الله نضف ازاي مفيش بقى لا صفار ولا في اي حاجه خالص يا رب يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله اشوفكم على خير وكل اللي كل اللي طالباه منكم دعوه حلوه لو الفيديو عجبكم وما تنسوش الاشتراك في القناه علشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده والسلام عليكم ورحمه الله